من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. سلام من الله عليكم ومغفرته ورضوانه. مشاهدين الكرام، أهلا بكم في قراءة تاريخية جديدة. مضامينها اليوم ستكون من حوارية جرت بين الإمام الرضا عليه السلام واثنان قد اختلفا في أمر دنيوي. إذن سنعرض لكم اليوم كيف وضح الإمام الرضا روحي له الفداء خطورة أن يعادي الإنسان أحدا من شيعته أهل البيت عليهم السلام. وعظم إثم أن يكون الإنسان صانعاً للعداوة بين الشيعة أو معادياً لهم، فلنشاهد ونعود بالحكمة، انتظرونا. قلت لك ألا تبيع بضاعة مثل بضاعتي. من قبل أن تفتح دكانك كنت أبيع ذات البضاعة. أنت الذي أغلقت دكانك وأنا من ثم فتحت دكاني. والآن فتحت دكاني. إذن أنت تعاديني. بل أنت تعاديني. أنت الذي تعاديني. أنت تعاديني. مولانا الإمام، أنتما تعادي بعضكما. ما فعلتم عاديتم بعضكما. أنا لم أفتح دكاني وأبيع نفس بضاعته إلا بعد أن أغلق هو دكانه. وأنا عدت إلى دكاني وبضاعتي وأصبحنا نبيع في مكان واحد. هو يبيع بسعر وأنا أبيع بسعر مختلف جدا. هذا هو العداء الحقيقي. تأكد بأن رزقكما على الله ولو بعتما نفس البضاعة. إذن ماذا نفعل يا ابن رسول الله؟ تحابب بكل شيء، بصحبتكما، بعملكما، وخاصة بدينكما، لأن من عادى شيعتنا فقد عادانا، ومن والاهم فقد والانا، لأنهم منا خلقوا من طينتنا. من أحبهم فهو منا، ومن أبغضهم فليس منا. شيعتنا ينظرون بنور الله ويتقلبون في رحمة الله ويفوزون بكرامة الله. ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه، ولا اغتم إلا اغتممنا لغمه، ولا يفرح إلا فرحنا لفرحه، ولا يغيب عنا أحد من شيعتنا أين كان، في شرق الأرض أو غربها. ومن ترك من شيعتنا دينا فهو علينا، ومن ترك منهم مالا فهو لورثته. شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت الحرام ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت ويتبرؤون من أعدائهم، أولئك أهل الإيمان والتقى وأهل الورع والتقوى. مشاهدينا، بعدما شاهدناه من حوارية بين الإمام الرضا روحي له الفداء ومجموعة من الناس، ها نحن نأخذ الدرس والعبرة. وأول الدروس هو إننا كيف نعمل بالتكليف الإلهي بضرورة وضع وزرع المحبة بين الناس، والأهمية القصوى لاتخاذ التأكيد العصموي بأن نكون من المؤلفين بين قلوب الناس وخصوصا الشيعة. وبذلك نوضح للقاصي والداني خطورة معاداة الشيعة
لأنهم هم الغالبون. وقبل أن نختم إخوتي أخواتي، هل فكرنا بالمضامين العالية التي وردت في قول الإمام الرضا: روحي له الفداء، عندما وضح الهلاك والعذاب لمن عاد شيعتنا؟ نستجير بالله من أن نكون من المنزلقين عن جادة الحق، جادة محمد وآل محمد. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذن في حبهم وتزودا.